مشاهدينا، وما زالت تغطيتنا مستمرة ومتابعتنا لانتخابات الرئاسة لعام 2024 للمصريين في الخارج في يومها الثالث والأخير. وتنضم إلينا دكتورة داليا البيالي، ممثلة الجالية المصرية في الكويت عبر الهاتف. دكتورة داليا، يعني رصدك ومتابعتك لإجراءات العملية التصويتية لانتخابات الرئاسة في الكويت، انتخابات الرئاسة المصرية في الكويت، كيف كانت؟ بداية أحب أتوجه بالشكر لحضراتكم لأن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة. إحنا الانتخابات في دولة الكويت، إحنا أكدنا وقلنا إن إحنا داخلين على عرس انتخابي من قبل الانتخابات ما تبدأ، وبالفعل إحنا عشنا 3 أيام أجواء احتفالية، مشاركة إيجابية وفعالة. كنا عند كلمتنا لما قلنا إن إحنا الجالية المصرية في الكويت هتوجه من خلال الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم كله إننا مع دولتنا ومع قيادتنا السياسية ومع جيشنا ومع شرطتنا من أجل أمن وأمان واستقرار مصر وبناء جمهورية مصر الجديدة. وبالفعل إحنا في خلال ال3 أيام اللي فاتوا إحنا وجهنا الرسائل دي بقوة من خلال كلمة تحيا مصر والهتافات اللي إحنا كنا بنهتف بيها طوال العملية الانتخابية، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، عشان نوصل الرسالة القوية دي. وأكيد الصور والفيديوهات اللي وصلت حضراتكم يعني هي، وأيضا من خلال المشاركة ونسب التصويت العالية، يعني إحنا نما إلى علمنا أن المشهد الانتخابي متصدر من حيث الكثافة في الكويت. الحمد لله. إحنا هدفنا يا فندم، يعني إحنا كان لنا هدفين من نزول الانتخابات. أولا توجيه الرسالة اللي أنا قلت لحضرتك عليها للعالم كله. الرسالة، الهدف الثاني أن إحنا ناخد المركز الأول وسط الجاليات المصرية بالخارج وبجدارة، يعني ما يكونش بس المصدر الأول كده، لا إن شاء الله بإذن الله المصدر الأول بجدارة. وإن شاء الله يعني إحنا من المشاركات اللي إحنا شفناها خلال ال3 أيام اللي فاتت بحماس ووطنية قوية وسعادة وفرحة إننا بنشارك في بناء جمهورية مصر الجديدة، إن شاء الله يا رب إحنا عندنا أمل إن إحنا إن شاء الله بإذن الله هنكون المركز الأول بإذن الله. إن شاء الله. يعني دكتورة داليا، طيب إلى أي مدى كان هناك التزام بضوابط العملية الانتخابية رصدتي داخل السفارة أثناء ممارستك للتصويت، وأيضا رصدتي خارج السفارة؟ اولا احنا كانت العمليه منظمه جدا وعلى اعلى مستوى من الرقي والتنسيق، لان اولا انا يعني كان في تعاون بناء ما بين الحكومه الكويتيه والحكومه المصريه، واحب اتوجه بالشكر لحكومه الكويت الحبيبه لانها وفرت مكان للعمليه الانتخابيه واسع يسر علينا كتير العمليه الانتخابيه في ارض المعارض في مشرق. وايضو السفارة المصرية وفرت كافة اللوجستيات اللازمة لإتمام عملية انتخابية نزيهة وشفافة وفي نفس الوقت منظمة جدا. إحنا على الرغم من الحشود اللي كانت متوافدة على المقر الانتخابي، وأنا صورت ده ويعني وأكيد الفيديوهات وصلت لحضراتكم نعم بطرق متعددة. احنا كنا يعني حضرتك لما تشوفي الوفود وهي داخله على اللجنه، العمليه ما بتاخدش الا 2 دقيقة بس لكل مواطن، ففي خلال دقائق بتكون في دفعه داخله، في خلال دقائق بص يعني حضرتك تلاقي القاعه فضت سلاسه، يعني في سلاسه، يعني اصلا في سلاسه جدا في العمليه الانتخابيه، والحمد لله عدت من غير اي مشاكل، او ان شاء الله اظن ان من غير اي خروقات او اي حاجه. العمليه كانت جميله جدا وميسره للغايه. كان عندنا طبعا الاجواء الاحتفاليه اللي كانت بتبقى قبل العمليه الانتخابيه وبعد العمليه الانتخابيه، فيعني كنت حضرتك دي متصدره دايما في كل المشاهد الانتخابيه. طيب يعني احنا المكان المقر الانتخابي لو حضرتك كنت يعني كل المحيطين بيه زغاريط اغاني وطنيه هتافات، يعني كان عرس انتخابي وملحمه ديمقراطيه جميله. طيب الشعب مع دولته المصريه.
أكيد. يعني هل هناك طيب من فئة عمرية بعينها تصدرت المشهد الانتخابي لديك في الكويت؟ هو إحنا الشعب كله كان مشارك يعني بصراحة، يعني بكل فئاته، يعني شباب امرأة أو رجل، شباب امرأة سيدات رجال ذو احتياجات والله، وحتى كمان المرضى يعني اللي عندهم مثلا ظروف صحيه شاركوا، الاطفال الصغيرين كانوا جايين عشان يتعلموا ديمقراطيه ويتعلموا ايه يعني انتخابات. فاحنا لا الحمد لله من جميع الفئات العمريه كانت الجاليه المصريه مشاركه الحمد لله بقوه وفعاليه الحمد لله. طيب يعني هل المحرك، طبعا المحرك الأول هو الانتماء للوطن والرغبة في التواصل معه، ده معروف، لكن هل التحديات اللي يعني اللي موجودة، التحديات الإقليمية والعالمية، هل أيضا بتعتبريها محرك لكثافة المشاركة؟ احنا يا فندم من قبل العملية الانتخابية كنا بنأكد ان الجالية المصرية هتنزل عشان توجه الرسالة دي في ضوء التحديات اللي بتقابل مصر داخليا وخارجيا، وفي ظل المخاطر اللي احنا شايفينها دوليا واقليميا، وبالتالي كان لازم ان احنا في الوقت ده ننزل من خلال الانتخابات الرئاسية لتوجيه هذه الرسالة بقوة للتأكيد على اننا مع دولتنا المصرية ومع قيادتنا السياسية ومع رئيسنا ومع جيشنا ومع شرطتنا من أجل استقرار مصر والتنمية المستدامة وبناء جمهورية مصر الجديدة. طيب بالنسبة للعملية الانتخابية، يعني هل لاحظتي ورصدتي هذه المرة تطور في العملية الانتخابية في حد ذاتها من خلال اللوجستيات اللي موجودة جوه السفارات؟ يعني احنا رصدنا من خلال عمل الهيئة الوطنية للانتخابات ان هناك في تحديث، في تواصل مستمر عبر الفيديو كونفرنس مع السفراء انفسهم. صحيح. غير المتابعة اللي احنا على مدار اليوم متابعينها من خلال شاشاتنا في داخل كل سفارة، انت رصدتيها ازاي؟ هقول لحضرتك، اولا احنا الانتخابات الحالية كان فيها تنسيق قوي جدا من قبل العملية الانتخابية ما بين وزارة الهجرة المصرية واللجنة العليا للانتخابات والسفارات المصرية. يعني مثلا احنا تم عمل اجتماع لقاء زوم لأقطاب الجاليات المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكان لي الشرف في حضوره. وزارة الهجرة مع حضرها كانت السفيرة سهى جندي، الوزيرة سهى جندي. وكان حاضر اللقاء أيضا معالي المستشار أحمد البنداري والسادة السفراء الكرام في دول مجلس التعاون، على أساس المصريين، على أساس إن هم يعرفوا إيه متطلباتنا، إيه المعوقات اللي ممكن تواجهنا، كيفية تيسير العملية الانتخابية والتحفيز الإيجابي ليها. طيب الحاجة الثانية إن إحنا طبعا في ترابط قوي في خلال العشر سنوات اللي فاتت من خلال وزارة الهجرة المصرية، وأحب أوجه الشكر جزيل الشكر لمعالي الوزيرة سهى جندي على تواصلها القوي معنا، وبالتالي إحنا أصبحت مطالبنا ومقترحاتنا هي السياسة اللي بتنتهجها وزارة الهجرة، وبالتالي إحنا شايفين بسبب التنسيق العالي ده واللي كان بادئ من بداية الإعلان على العملية الانتخابية وما قبلها أيضا، وبالتالي كان النتيجة دلوقتي إن إحنا طبعا حاصل تيسير في العملية الانتخابية وتنسيق على أعلى مستوى وأيضا تحفيز إيجابي. وأظن برضو أن الكويت هي الحمد لله إحنا دائما سباقين في المشاركة الإيجابية، لكن أيضا إحنا رصدنا أن برضو في الدول الثانية الحمد لله في مشاركات إيجابية. نعم. ومشاركة قوية بالفعل، نتيجة لكل التطورات اللي حصلت في علاقة المصريين بالخارج بالدولة المصرية في خلال العشر سنوات الأخيرة. بالفعل دكتورة داليا البيالي ممثلة الجالية المصرية في الكويت كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.